سيطرة القوات الشرعية على معسكر اللبنات في الجوف وتمكنها من تحرير مناطق عدة في البيضاء. ما دلالة التصعيد العسكري خلال اليومين الماضيين؟ وما آثاره في خريطة العمليات العسكرية؟ هل قلب الجيش الوطني طاولة الحرب على ميليشيا الحوثي؟ أهلا بكم. تخوض قوات الجيش الوطني معارك ضارية في مناطق عدة من محافظتي الجوف والبيضاء مرورا بسرواح مأرب، معارك تؤكد فيها المؤشرات العسكرية إحراز القوات الوطنية انتصارات خاطفة تمكن خلالها الجيش الوطني من السيطرة على معسكر اللبنات شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف. تقارب وطني وشعبي لسير هذه العمليات العسكرية، وأسئلة كثيرة تدور حول احتدام المواجهات في البيضاء والجوف. هذه العملية العسكرية والتقدم العسكري للشرعية، هل يأتي في إطار خطة عسكرية للتحرير أم أنه مجرد دفاع عن النفس والأرض رغم دعوات الأمم المتحدة لخوض معارك المواجهة مع وباء كورونا الذي يجتاح العالم؟ لماذا يسعى الحوثي لتجاوز هذه الدعوة وإشعال معاركه في أكثر من جبهة؟ اليوم بشارة خير أن الأبطال تقدموا من الأقشع إلى الندر وإلى اللبنات والأمور طيبة بإذن الله. توسعت خريطة المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، وعادت قوات الجيش لتحقيق مكاسب ميدانية خلال اليومين الماضيين. في الجوف وبمعركة وصفت بالخاطفة، تمكن الجيش من استعادة السيطرة على معسكر اللبنات ومواقع عدة كالجدافر والأقشع، فيما تواصل القوات تقدمها باتجاه مدينة الحزم مركز محافظة الجوف الذي فقدته قبل أيام. في البيضاء تخوض قوات الجيش مواجهات عنيفة على جبهة واسعة في قانية وفضحة وناطع، حقق خلالها الجيش الوطني تقدماً كبيراً. تطورات عسكرية تعود المشهد العسكري إلى الواجهة في معركة استعادة الدولة ضد ميليشيا الحوثي. يأتي هذا التقدم لقوات الجيش بعد أسابيع من التراجع مقابل تقدم الميليشيا في نهم والجوف، وهو ما يضع هذا التطور تحت طائلة التساؤل، هل الهدف استعادة ما فقدته الحكومة من مناطق؟ أم أنه يأتي في إطار عملية عسكرية واسعة للتقدم في مناطق سيطرة الميليشيا؟ الرجال موجودين، المعنويات فل، جثث الحواثي بالعشرات، الأسرى بالعشرات. كل الجبهات في خطوط التماس ترقب اليوم هذه التطورات وما ستسفر عنه من نتائج على صعيد مأساة البلد التي جاوزت 5 أعوام. تؤكد المؤشرات ميل الكفة العسكرية لصالح قوات الشرعية بعد أسابيع من الخسارات، كما يبدو أن الاندفاعة الحوثية قد وصلت ذروتها وبدأت مرحلة الانحسار والتراجع مع خسارات بشرية عالية في صفوفها. في المجمل يبدو المشهد العسكري مفتوحاً على احتمالات عدة، كما أن الانتقادات الواسعة التي رافقت أداء قيادة الجيش خلال الشهرين الماضيين ربما تكون دافعاً لإعادة تنظيم صف الشرعية وقواتها وإطلاق معركة كبرى تعيد المشهد العسكري إلى الواجهة مرة أخرى بعد فترة طويلة من الجمود. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية رشاد المخلافي المحلل السياسي من مأرب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ رشاد. مساء الخير أستاذ آسيا، لك ولضيوفك ولكل مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ رشاد. تجدد المواجهات في البيضاء والجوف وسيطرة القوات الشرعية على معسكر اللبنات في الجوف ومناطق عدة أيضا في البيضاء، كيف تعلق على ذلك؟ أعلق أنه الجيش الوطني استعاد زمام المبادرة. أولا اليوم هذا كان يوم جمهوري بامتياز، يعني في الجوف وفي صرواح وفي هيلان وفي البيضاء منذ الأمس كان الجيش يحقق انتصارات كبيرة. الجيش استعاد زمام المبادرة، هناك خطة عسكرية محكمة، القيادات العسكرية يبدو اشتغلت عليها خلال الفترة الماضية على المستوى التكتيكي، على المستوى التعبوي، على المستوى العمليات الاستراتيجي. نحن أمام معركة مفتوحة اليوم مع ميليشيا الحوثي.
ميليشيا الحوثي دفعت خلال الشهر الأسابيع الماضية كل ما بحوزتها من قوة وعتاد وسلاح لغزو المناطق ولضرب الجيش الوطني ولتحقيق هذا انتصارات، لكنها كانت انتصارات آنية على الإطلاق، لم تكن انتصارات استراتيجية. اليوم الميليشيات تتجرع نتائج خسائرها البشرية والمادية وخسائرها في السلاح خلال الأيام التي دفعت فيها خلال الأيام الماضية. اليوم ستشهدون انتصارات وانتصارات ساحقة. إذا كان خلال الساعات الماضية فقط لو تحدثنا على الجوف، تم تحرير معسكرات اللبنات العليا والسفلى، وتم تحرير سلاسل جبال الندر ولقشع والبرش والجفر والخسف وصولا إلى مدينة الحزم، قريب على مشارف، أصبح الجيش على مشارف الحزم. أستطيع أن أقول هناك أيضا أنباء من الحزم أن الميليشيا الحوثي هناك أطقم تحمل جثث الميليشيات بالعشرات إلى مستشفى الحزم، هناك جرحى بالمئات حوثيين أيضا. هناك على فكرة داخل الحزم عمليات كمائن من بعض الجيوب المقاومة ضد ميليشيا الحوثي. نحن قد نشهد خلال الساعات القادمة أو خلال الأيام القادمة تحرير مدينة الحزم وتحرير بقية المناطق، ويمكن تحرير الجوف بأكملها وصولا إلى صعدة، وصولا إلى عمران عبر حرف سفيان. أيضا الانتصارات التي بدأت في جبهة صرواح وفي هيلان والمشجع، هذه كانت انتصارات كبيرة وساحقة. على فكرة جبال هيلان هذه مناطق استراتيجية يصعب ويستحيل على أي قوة اقتحامها في ظل وجود هناك قوة متحصنة فيها ومدافعة، لكن إرادة الجيش الوطني والعزيمة الموجودة والروح المعنوية العالية لدى الجيش الوطني الذي استعادها خلال الأيام الماضية حقق انتصارات. اليوم الميليشيا الحوثي بقى لها موقع أو موقعين، واحد هو في تبة الأريالات والمقاطع في هيلان، وهذه مناطق اليوم محاصرة، كل طرق إمدادها محاصرة. الجيش الوطني اليوم يسيطر على سوق صرواح، استطاع أن يحقق انتصارات كبيرة في قلب جبهة صرواح وفي الميمنة وفي الميسرة، والسلاح اليوم ويفرض سيطرته النارية على سوق صرواح. أيضا البيضاء هناك انتصارات وانتصارات ساحقة حققها الجيش الوطني، وبعملية مباغتة استطاع محور بيحان ومحور البيضاء أن يحققوا انتصارات وأن يسيطروا على مناطق استراتيجية وحاكمة في المنطقة. نعم، ما رأيك، ما هي دلالة التصعيد العسكري في هذا الوقت بعد شهور من سبات، بعد أن أخذت الحزم وبعد أن يعني تقدم الحوثي في الفترة الماضية بذلك الشكل؟ نحن غرقنا في تفاصيل أخرى، يعني دعيني يجب الأمور مرتبطة ببعضها. ما حصل في المحافظات الجنوبية والشرقية هو كان نتائجه عكسية على معركتنا ضد الحوثي وعلى معركة الجيش الوطني ضد الحوثي، غياب الشرعية، غياب مؤسسة الدولة وتجريفها وتغييبها، تشكيل كيانات خارج إطار الجيش الوطني ومؤسسة الدولة، هذا أضعف بالتأكيد وكان يصب في مصلحة الميليشيا الحوثي. بدليل ما نلاحظه اليوم من تخادم واضح، تخادم بين انقلاب الانتقالي، ميليشيا الانتقالي والميليشيا الحوثي. بالعكس كانت خلال الأيام الماضية ميليشيا الانتقالي تحاول تفجير الوضع باعتبار مساندة لميليشيا الحوثي. هناك تقادم، هناك تقادم واضح. وعلى فكرة ولو جئنا إلى جذر قيادة الانتقالي، هي طبعا من إنتاج إيران، ونحن نعرف من الضاحية الجنوبية والمؤتمرات والإمداد والأموال والتدريب الذي بدأ عن طريق إيران، لكن الأشقاء في الإمارات جيروهم في الفترة الأخيرة. لكن للأمانة هي كانت الميليشيا الحوثي وميليشيا الانتقالي داعمها واحد وهو إيران وتوجهها طهران. نعم،
نعم، إذن أستاذ رشاد اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف العميد عبده مرجلي الناطق باسم الجيش الوطني من مأرب. مساء الخير سيادة العميد. مساء الأنوار بك وبالسادة المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام أيضا. سيادة العميد، ما الذي تعني هذه المواجهات في أكثر من جبهة؟ هل تعني عودة العمليات العسكرية بعد هذا السبات الطويل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك مرة أخرى وشكرا أيضا لضيوفك الكرام وكذلك أيضا لمشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أختي العزيزة، الانتصارات متوالية، الجيش الوطني يحقق الانتصارات والمكاسب. هناك لم يكن هناك سبات عميق ولم يكن هناك توقيف الجبهات، لكن كان هناك فرق بين كل جبهة وأخرى من حيث العمليات الهجومية وكذلك في جبهات أيضا تقوم بالعمليات الدفاعية، كما أن هناك جبهات أيضا تقوم أيضا بالمعارك التصادمية. صحيح هناك تفاوت بين جبهة وأخرى، لكن حقيقة خلال الأيام القليلة الماضية وخلال هذا اليوم كان هناك انتصارات حققه الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية، واستطاع التحول من العملية التخطيطية والعملية الدفاعية إلى العملية الهجومية، وفعلا سارت تلك المعارك وحققت الانتصارات في عدد من الجبهات، وهناك خسائر كبيرة للميليشيات الانقلابية الحوثية، وهذا يأتي ردا أيضا على التصعيد الحوثي في قصف المدنيين والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية سواء في محافظة مأرب وكذلك أيضا في محافظة تعز، كما قامت الميليشيات أيضا بالتهجير القسري لسكان مدينة الحزم. كل تلك الجرائم ولم يقف الجيش الوطني مكتوف الأيدي، لكنه سيكون للميليشيات الانقلابية لهم في المرصاد. فقد حقق تقدما في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وحقق سيطرة على العديد من المواقع والأماكن الحاكمة والهامة، وأهمها مواقع التباب السود والخدار وسط انهيار كبير أختي العزيزة لميليشيات الحوثية. كما نفذ جيشنا الوطني في جبهة طبحة وناطع هجوما واسعا على مواقع وتمركز الميليشيات الحوثية وبإسناد من طيران التحالف العربي، وتمكن من السيطرة على عدد من المواقع أهمها جبل وشعب لبان ومفرق عشار، وتحرير أيضا عدد من التباب وأهمها تبة القائد والغدير وكثير من المواقع الهامة. أيضا هناك التحام بين جبهة ناطع وفضحة في مفرق أعشار، الأمر الذي يعزز من قوة الجبهة ومواصلة التقدم المستمر بالمعنويات العالية والجاهزية القتالية العالية للمقاتلين الأبطال. أما في محافظة الجوف هو فعلا كان هناك الجيش الوطني قام بشن هجوم كاسح من عدة اتجاهات على مواقع العدو في منطقة اللبنات والجدافر والقشع، وتم من خلال ذلك استعادة منطقة اللبنات كاملة ومواصلة التقدم باتجاه مدينة الحزم، وتزامن ذلك مع تواصل المعارك في المهاشمة واليتمة والوقف وبرط العنان، وبإسناد أيضا من طيران التحالف العربي الذي دك أوكار الميليشيات وتعزيزاتهم في تلك الصحاري وفي تلك الجبال والمناطق. أيضا الجيش الوطني قام باستعادة كمية من كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت تحت قبضة الميليشيات الانقلاب الحوثية في صرواح العزيزة. هناك أيضا انتصار في جبل هيلان الاستراتيجي وصرواح، وتحقيق مكاسب على الأرض والسيطرة على عدد من الأماكن الهامة. والجيش الوطني اليوم حقق التقرب نحو سوق صرواح، ذلك السوق الذي تتمترس فيه الميليشيات الانقلابية الحوثية، كما أن الجيش الوطني يحقق السيطرة النارية على مواقع الميليشيات. تقدمت أيضا مستمرة في منطقة المشجح والضيق والمخدرة، والميليشيات الانقلابية الحوثية تتلقى الضربات الموجعة، وخاصة بعد أن قامت بإطلاق الصواريخ على مدينة مأرب وأحيائها السكنية، واستهدفت المدنيين من الأطفال والنساء وقصف المنشآت الحيوية الاقتصادية، ومنها محطة الضخ النفطي لأنبوب صافر في صرواح. وهذا الاستهداف أختي العزيزة يعتبر جريمة حرب ضد أبناء شعبنا اليمني، كونه يتعارض مع قواعد الاشتباك وفق القانون الدولي الإنساني. اشتعل الجبهات فعلا من حسب سؤالك الوجيه أيضا ما قامت به الميليشيات الانقلابية الحوثية في انتهاكات ضد أبناء شعبنا اليمني، وخاصة في مدينة تعز، وما قامت به أيضا من الضرب بالقذائف على السجن المركزي قسم النساء في تلك العملية الإرهابية التي هزت قلوب أبناء شعبنا اليمني جميعا
في تلك العملية البشعة التي راح ضحيتها 7 نساء بينهن طفلة، وكانت في زيارة لأمها وإصابة العشرات من السجينات. نعم. جميل أن يكون للجيش الوطني ردوده أستاذ سيادة العميد. نعم. أن يرد الجيش الوطني على بالنيابة عن هؤلاء المدنيين الذين يتم قصفهم ويتم توجيه القصف عليهم، يعني هذا هو المتوقع دائما من الجيش الوطني. دعني أسألك، هل يعني ستستمر هذه المعارك حتى التحرير، أم أنها فقط مجرد رد فعل للتقدمات التي قام بها ميليشيا الحوثي والتحركات الأخيرة؟ لا ليست رد فعل، ولكن نحن منذ انطلاق عاصفة الحزمة وإعادة الأمل في 26 مارس 2015 لدينا من تلك الأيام حتى هذه اللحظة وتحققت المكاسب على الأرض وتحرير عدد من المحافظات والمناطق بنسبة 80%. هذه النسبة التي تحققت من المساحة الجغرافية للجمهور اليمنية، نحن حريصين على استكمال والسيطرة على كل شبر من الوطن اليمني وإزاحة تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية. نحن ليست كرد فعل لحظية، ولكن نقول العمليات العسكرية والحسم العسكري سيستمر طالما أن تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية تقوم بالانقلاب، وأيضا تقوم الميليشيات الإنقلابية بالتمرد وعمل الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعب اليمني. الميليشيات الحوثية مستمرة في التصعيد، ونحن في الجيش الوطني لابد من الحسم العسكري واشتعال كافة الجبهات القتالية على تلك الميليشيات. وفعلا ما حدث أيضا اليوم بنهم، وتم تحرير منطقة لقشع والبرش والخص وغالبية تلك المساحة، لا يدل دلالة واضحة على أن الجيش الوطني مستمر في التخلص من تلك الميليشيات الانقلابيه الحوثيه، كذلك في جبهه الضالع اختي العزيزه، وكذلك في تعز الجبهه الشرقيه والغربيه كانت هناك ضربات مركزه، ايضا في حرض كانت هناك ايضا ضربات ضد الميليشيات الانقلابيه الحوثيه، وفي باقم ايضا تم اسقاط طائره استطلاعيه مسيره للميليشيات الحوثيه، وكان ايضا هناك عمليات قتاليه، الجبهات مشتعله، الميليشيات الانقلابيه الحوثيه فعلا اختي العزيزه خابت وخسرت بعد تلك الضربات التي تلقتها من الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية. نعم. الأمور مجريات المعركة تغيرت، والأيام القادمة ستكون أيام سوداء على الميليشيات الحوثية. إذن شكرا جزيلا لك العميد عبد المجلي الناطق باسم الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، استمعت لحديث العميد عبد المجلي، هناك يعني حراك حقيقي وتوجه ربما أنت وصفته بدقة خارطة المعارك في بداية هذه الحلقة، هل فعلا هناك يعني نية لعملية عسكرية قد تفضي لتحرير الجوف والبيضاء من الميليشيا؟ أنا ما لمسته خلال الفترة الماضية هناك انخراط على مستوى وزير الدفاع، على مستوى رئيس الأركان، على مستوى قيادات رؤساء الدوائر، على مستوى قيادات المناطق العسكرية وقيادات الألوية والوحدات العسكرية في والجبهات والمحاور، يعني هناك إرادة فعلا لحسم المعركة. وعلى فكرة الحوثي الآن يعاني معاناة شديدة، يعاني في 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 عدد قواته، في عناصره، يعاني في 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 التسليح، يعاني. إذا لم يتم استغلال هذه الفرصة هناك سخط، وسخط شعبي عارم. على فكرة هذه الانتفاشة اتضح أنها انتفاشة غير طبيعية، وإنما كانت بعوامل نحن نتحملها أو يتحملها الشرعية نفسها بهذا الانتفاشة الحوثية، لكن حقيقتها هي ليست بذلك. الحوثيين لا حاضنة لا جغرافية ولا اجتماعية لو وجدنا على أرض الواقع حتى في المناطق الشمال، ونحن نعرف أن الحوثي ميليشيا الحوثي تتحرك في قمع في 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 بأسلوب قمعي مفرط ضد لإخضاع المناطق، لإخضاع القبائل، لإخضاع المواطنين بشكل غير طبيعي، بشكل جنوني. هناك استعمال عنف مفرط، لذلك على الجيش الوطني أن يتحرك، وإذا تحركت المناطق العسكرية وبالذات الثالثة والرابعة والثالثة والسابعة والسادسة والخامسة أيضا الذي يجب أن تحرك في حرض، نعم يجب أن تتحرك بكامل قواتها في هذه المعركة اليوم، معركة الجمهورية مع معركة انقلابية مع مشاريع متعددة يقودها الحوثي. ونحن نعرف أن
كلما بدأ الحوثي كلما بدأت القوات الجيش الوطني تحقق انتصارات كيف تتسارع وتيرات الدعوات الأممية والمبعوث الأممي لإنقاذ ميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي جزء من مشروع دولي وإقليمي ودولي لتقسيم اليمن. لذلك علينا أن نستعيد زمام المبادرة وأن نحرر بقية المناطق. وسنلاحظ أن مجرد وصول الجيش إلى مناطق أعمق ستجدين أستاذة هناك مقاومات ستتفجر بأكثر من منطقة وأكثر من منطقة فعلا. إذا أحست المناطق أن هناك جدية لحسم المعركة ضد ميليشيا الحوثي، الحوثي ليس له قبول لا في الشمال ولا في الوسط ولا في الجنوب على الإطلاق. الحوثي اليوم يستخدم القوة المفرطة، يستخدم العنف المفرط، يستخدم البسطاء والجهلاء لزجهم. على فكرة أنا سأقول لك نقطة، إلى إن وصلت كذيب أساليب ودجل الحوثي هناك يصل إلى مناطق ويستدعي المحاسبين للبنوك والأطباء والذا يلا تحركوا بهذا المعنى. وهناك معلومات وصلت يلا تحركوا محافظة المأرب، المستشفيات خالية والبنوك خالية ونحن بحاجة إلى موظفين محاسبين وإلى أطباء. وصلت السفالة إلى هذه الكذبة على أساس إيهام المقاتلين البسطاء بأنهم سيصلون إلى مأرب. نعم نعم. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي. الرصاص وجثثهم في كل مكان. نعم إذا سأعود إليك الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم وتحية لكم ولضيوفكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. ما حدث في معسكر اللبنات وعدد من المناطق التي تم طرد الميليشيا منها برأيك هل يأتي في إطار خطة عسكرية للتحرير أم أنه مجرد دفاع عن النفس؟ بالنسبة حروب الصحراء يسهل فيها الكر والفر، عادة ما تسقط مساحات كبيرة ويتم تحريرها بنفس السهولة كون المناطق مفتوحة. للأسف الشديد معسكر لبنات أعلن تحريره 3 مرات في أقل من شهرين، في أقل من شهر. سبق أن سقط مرة وتم تحريره، ثم سقط مرة أخرى وتم تحريره، واليوم وسقط المرة الثالثة واليوم يتم إعلان تحريره. ليس المهم أن يتم إعلان تحريره، المهم المحافظة على تحريره وحفاظه على دماء الشهداء، وليست حرب استنزاف على أساس أنه فاخر بقتل الحوثي أو الحوثي فاخر بقتل أبناء الجيش الوطني. القضية هي حرب للاستيلاء على الأرض. وبالتالي فإن حروب الصحراء عادة ما تشهد يسهل فيها الكر والفر. فتحرير اللبنات بعد أن تم تحريره مرة سابقا وهذه المرة الثالثة هو أقرب إلى معارك الكر والفر. لكن الأهم الآن هو الحفاظ على معسكر لبنات. لا يأتي يوم أو يومين ثم يسقط يعني بيد الحوثي ثم نعيد تحريره مرة أخرى. يجب وضع يعني على الأقل أنساق دفاعية ما فيها ألغام للدفاع عن هذا المعسكر. نعم برأيك لماذا يخوض الحوثيون معارك في صحراء الجوف والبيضاء؟ ما هي قيمة ذلك عسكريا؟ لا هو منفصلات المعركتين، معركة البيضاء تنفصل عن معركة الجوف. معركة الجوف هي أشبه بالمعركة الدفاعية أو بحروب الكر والفر في نطاق معسكر لبنات. سوف يتكرر اسم معسكر لبنات خلال الأيام القادمة عدة مرات، يعني ما في يعني الأمر يختلف. بالنسبة لجبهة البيضاء، البيضاء هي محافظة مهمة استراتيجيا وليس اقتصاديا كما هو الحال لمحافظة مأرب. البيضاء هي تحد 4 محافظات جنوبية و4 محافظات شمالية، وللأسف الشديد فقد ظلمت هذه المحافظة من قبل التحالف وظلمت من قبل الشرعية حتى في اتفاق السلم والشراكة كان هناك ملحق أمني خاص في البيضاء. الحوثي مدرك لأهمية البيضاء استراتيجيا. طبعا البيضاء ليست ذات ثقل سكاني كما هو الحال لمحافظة تعز، وليس ذات ثقل اقتصادي كما هو الحال لمحافظة مأرب، وليس ذات ثقل سياسي. المحافظة استراتيجيتها أنها تتوسط الجمهورية وتعتبر قلب اليمن، ويستطيع أي طرف منها أن يهاجم 4-8 محافظات دفعة واحدة. على سبيل المثال الآن لدينا في البيضاء 5 جبهات. الجبهة الجنوبية جبهة الزاهر آل حميقان،
جبهة لودر مخيراس، جبهة الحازمية مديرية الصومعة، جبهة ناطع الملاجم، جبهة قانية، إضافة إلى مناطق في قيفة. إذا تحركت الخمس الجبهات أو أربع جبهات على الأقل في نفس في وقت واحد ممكن أن تحرز تقدم، ولكن تتحرك بشكل هجومي وليس مجرد مناوشات أو دفاعية. نعم. جبهة الزاهر دعينا نركز على النقطة قليلا، لأن المحافظة هذا ظلمت إعلاميا وظلمت من كل حاجة. جبهة الزاهر آل حميقان هي جبهة قبلية تدافع عن نفسها، منطقة قبلية تدافع عن نفسها، وبالتالي لا يطلب منها التقدم بقدر ما نشيد بصمود آل حميقان وبتضحياتهم وبنضالهم، ولا يستطيع أحد أن يباهي بتضحياتهم ولا بشهدائهم ولا بجرحاهم، وتكفلوا حتى بعلاج الجرحى على نفقاتهم الخاصة، باعوا سياراتهم لشراء السلاح والذخيرة، فبالتالي كثر الله خيرهم. وإلى حد ما تشبهها جبهة الحازمية في مديرية الصومعة. الجبهات الرسمية اللي هي جبهة ناطع الملاجم وجبهة قانية، حقيقة الجيش الوطني أمس قام بهجوم، أو قبل يومين قام بهجوم، وهجوم مفاجئ للحوثي لأنه لم يكن أحد يتوقع أن يأتي الهجوم من هذه الجبهة. فالهجوم المفاجئ هذا حصل في تقدم نسبي لا يمكن وصفه بالانتصار، ولكن تقدم نسبي، ونحن نشيد بالعملية العسكرية. وصلوا إلى مفرق عشار، التحمت جبهتي فضحة والملاجم في مفرق عشار. أقرب جبهة هي جبهة قانية، جبهة قانية تحركت ولكن ليس بزخم هجومي بالمعنى الذي واحد يمكن يصفه بالهجومي. قضية التباب الذي ذكره هنا المتحدث العسكري عبد المجل، هي كتب تحرير 20 مرة سابقا، يعني لا جديد في هذا. لكن في الجانب الآخر في الوهبية ومنطقة الوهبية التي يتمركز فيها الحوثي يوجد 200 مقاتل حوثي، وهم لم يعودوا يهاجموا قانية. كان بالإمكان الجيش الوطني، وأنا أؤكد لكم أن أبناء المنطقة بما فيهم المتعاونين مع الحوثي غصبا عنهم يتمنون وصول الجيش الوطني إلى هناك، يتمنوا هجوم جاد من جبهة قانية. جبهة قانية على الأقل إذا في هجوم جاد مع جبهة الملاجم ممكن يتم اللقاء في مفرق عفار، وهنا إذا التقن في مفرق عفار نستطيع نقول أن 70% من محافظة البيضاء تحرر كاملا، ولم يتبقى إلا قضاء رداء بمديرياتها الخمس، وهذا وهناك جبهات قيفة. ولا تنسوا أن قيفة كانت في أول مقاومة ضد الحوثي، وهي التي مرغت أرض الحوثي التراب، وقد واجهت عدوان ثلاثي من الطيران الامريكي ومن قوات الحوثي ومن طيران الراي السعودي. نعم. وقوات الراي السعودي قبل عاصفه الحزم. نعم. نعم. رغم دعوات الامم المتحده استاذ عبد العزيز لخوض معارك نحو كورونا وهي الوباء الذي يجتاح العالم، برايك لماذا يسعى الحوثي لتجاوز هذه الدعوه واشعال معاركه في اكثر من جبهه؟ لانه طبيعي ان الحوثي يرفض الدعوات هذه، أو يضع شروط أو يضع اشتراطات هذا، لأنه الطرف القوي وهو الطرف المهاجم وهو الطرف الذي له اليد الطولة. من وجهة نظري الهدنة هي في صالح الشرعية أكثر مما هي في صالح الحوثي، دعينا من الانتصارات المبالغ فيها، يعني في لبنات أو في ناطة هي انتصارات، لكن ولا نقلل من قيمتها، لكنها انتصارات محدودة، محدودة الهدف، محدودة النتيجة. من صالح الشرعية أن تقبل بدعوة جريفيث وتعيد ترتيب صفوفها، وفي أي لحظة على أني أثق أن الحوثي سوف يقبل بوقف إطلاق النار، ولكنه سوف ينقضه اليوم التالي. سوف قد يكون هناك حالة ارتخاء في جبهة الشرعية. يعني لو حدثت هدنة أستاذ عبد العزيز لصالح من ستكون برأيك؟ الهدنة لصالح الشرعية. نعم. كونها الطرف الضعيف، بلاش نكذب على انفسنا، كونها الطرف المدافع، هي الان في حاله دفاع، ولا الهجوم الذي حصل في لبنات هو محدود، وقلت لكم انه خلال الاسابيع الماضيه تم تحرير لبنات عده مرات، لدرجه انه يتحرر ونتوقع سقوطه، يسقط ونتوقع تحريره. الطرف الاضعف وقف اطلاق النار دائما يكون لصالح الطرف الاضعف. لا تنسي ان الحوثي كان شبه منهار في معركة الحديدة، وعندما حصل وقف اطلاق النار عاد ترتيب صفوفه،
فكان من المستحيل دخول الحديده بعد ذلك، وعاد ونقل القوات الى مناطق اخرى قاتل فيهم مشتاح حجر وغيرها. وقف اطلاق النار الى الشرعيه، هذا بين مزدوجين، الى الشرعيه سوف تعيد ترتيب صفوفها وتعيد يعني عمل خططها العسكريه وتجند مجندين جدد كما فعل الحوثي في فترات سابقه، فهو في صالحها. لكن اذا هي سوف ترتخي وتعود الى النوم كما هو كما كان سابقا، كان اثناء الهدنه السابقه ووقف اطلاق النار السابق، كان الحوثي يعيد ترتيب صفوفه ويجند ويحشد، والشرعيه في حاله ارتخاء حتى جت الضربه القاضيه في معركه فرضتنه. اذا يمكن ان نخرج بخلاصه ان وقف اطلاق النار عاده ودائما يكون في صالح الطرف الاضعف. نعم. اذا شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، ربما تحدث الأستاذ عبد العزيز عن العديد من النقاط، دعني أركز فقط فيها على معسكر اللبنات الذي تم تحريره وسقوطه أكثر من مرة. يقول الأستاذ عبد العزيز، ربما سمعت إليه، أنه ليس من المهم تحرير هذا المعسكر وإنما المحافظة عليه والتقدم إلى يعني أماكن أخرى، ما رأيك؟ كلامه مردود عليه. على فكرة الأخ عبد العزيز دائما أرى في طروحاته كثير من التثبيط الكثير. نعم، دعنا نناقش الفكرة أستاذ، يعني هو ليس موجود معنا، اسمح لي أستاذ رشاد، يعني لا يستطيع الرد عليه. الفكرة غير صحيحة. الفكرة طيب، الفكرة غير صحيحة، لأنه معسكر الليبلات معسكر استراتيجي، معسكر يهيمن أيضا، حتى لأنه المسافة التي تفصل بين مدينة الحزم ومعسكر اللبنات 15 كيلو إلى 16 كيلومتر. هو لم اسمح لي أستاذ رشاد حتى أوضح لك الفكرة. أستاذ رشاد، هو لم يعني يهون من هذا الانتصار، ويقول بأنه سقط أكثر من مرة، يعني تم استعادته ربما هذه المرة الثالثة. الأهم الآن هو الحفاظ عليه، يعني هو بالعكس جدا هو مهم، لم يتحدث عن مدى أهميته أو عدمه. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد المعسكر اللبنات مهم، موقع استراتيجي هام، لأنه من خلاله ستحرك قوى لتحرير مدينة الحزم، وفي حالة تحررت مدينة الحزم هو يعتبر مؤمن لمدينة الحزم نفسها يعني. فلذلك معسكر الحزم ايضا يربط بين طريق مأرب الى اليتمة الى مواقع جيشنا في اليتمة وفي المناطق الخب والشعب. اذا هو مهم جدا واستراتيجي ايضا، تقلل على اساس انه هذه انتصارات في مناطق صحراويه. ما حصل في البيضاء مناطق استراتيجيه ومناطق حاكمه وسلاسل جبال لا يمكن، وكان الحوثي يتحصن فيها، لكن تحصينات ومواقع الحوثي تهاوت امام تقدم ابطال الجيش الوطني. ما حصل في هيلان اتحدى، لا يمكن لاي جيش ان يقتحم وان يستطيع ان يحرر مواقع في هيلان، وكان الحوثي فيها اكثر تحصينا واكثر عددا، لكن كان هناك اراده لتحرير هذه المواقع، واستطاع الجيش ان يدحر الحوثي وان يحقق انتصارات كبيره حققها في الصرواح. اليوم نحن نتحدث عن معركه قد تكون مفتوحه. عمليه ايضا انا اختلف مع الاستاذ حول الهدنه لن لا تفيد الشرعيه. الهدنه بالعكس سيستفيد منها الحوثي. الحوثي الان مسيطر على محافظات ذات كثافه سكانيه هائله، سيحاول بكل أشد السبل لتجنيد الأطفال سواء في الحاجة والفاقة أو في الترهيب. نعم، هذه هي نفس المشكلة التي طرحها الأستاذ عبد العزيز إذا سمحت الأستاذ رشاد، يعني هي هنا المشكلة حقيقة. هو تحدث عن أن نعم. الهدنة عادة ما يستفيد منها الحوثي في تحشيد وفي لملمة صفوفه وفي ربما ترتيبات لخرق هذه الهدنة حين يستعيد رباط الجيش، بعكس الشرعية مجرد أن تعلن هدنة لا يوجد أي تحشيد ولا يعني حتى ترتيبات عسكرية ولا وضع خطط عسكرية ولا حتى تأمين المناطق التي هم موجودين عليها، وكأن الهدنة قد تكون حقيقية مع عدو مثل ميليشيا الحوثي الذي لا هدنة له ولا عهد.
الحوثي بالطبع بالتأكيد الحوثية تربص بشكل كبير باليمنيين ببقية المناطق اليمنية المحررة، لذلك الشرعية تعرضت أيضا لأكثر من مشروع كان يدعم الحوثي على فكرة، وأيضا كما قلت كانت تفرض بعض القيادات أو بهذا الشكل، لكن اليوم أستطيع أن أقول أن القيادة العسكرية داخل في وزارة الدفاع وفي رئاسة الأركان هيئة الأركان وفي قيادة المناطق والمحاور والألوية اليوم تنبهوا كثير للأخطاء السابقة، هناك تجاوز للإخفاقات التي حصلت في السابق والتي كان جزء منها يتحمل مسؤولية، لكن اليوم أستطيع أن أقول أنهم تجاوزوها بكثير. اليوم القيادات على مستوى الميدان موجودة، القيادات على مستوى التخطيط والتكتيك والتعبئة الاستراتيجية موجودين عندهم خطط عسكرية. اليوم المعركة مفتوحة باتت مع الحوثي، الحوثي خسر كثير من قواته، الحوثي الآن فقد مصداقيته حتى داخل المناطق نتيجة الكذب الكبير والتعمده على ضخ الكذب بشكل كبير على عبر وسائل إعلامه بأنه حقق وأنه انتصر وأنه وصل وأنه محافظ كذا يحاوره للاستسلام ومحافظ كذا، هذه الآن الحقائق اتكشفت أن الحوثي يسير حول مشروع يعني حول خططه معظمها تعتمد أساليب التدليس والتضليل والكذب وخاصة في وسائل إعلامه. اليوم لا. في مناطق سيطرته لا يستطيع أن يتحشد بهذه القوة، لذلك إذا استمرت المعارك فأنا أؤكد لك أن ما خسرته الميليشيات خلال الفترة السابقة من عناصرها وعتادها وأسلحتها هذا سينعكس على وقع المعارك، ونحن نشاهد اليوم ماذا يحصل. كانت مسألة الدفاع على الجيش الوطني خلال الفترة السابقة كانت مسألة استراتيجية حتى يستطيع أن يحرق هذه القوة التي استطاع أن يعد لها الحوثي خلال العام الماضي، ومنذ اتفاق ستوكهولم ظل يجند ويجيش وعلى أساس وكان يستفرط في جبهة. اليوم المنطقة العسكرية الثالثة تحركت، المنطقة العسكرية السابعة تحركت في مناطق الضيق وفي الجمايم وفي في شمال في ميسرة نهم اليوم، وأيضا في باتجاه براقش والصفراء جنوب الجوف، أيضا المنطقة السادسة. نعم، إذا نسمح لنا السيد رشاد، نتمنى من المنطقة الخامسة في عرض أن تخوض نفس نعم اسمح لنا فقط أن ينضم معنا الناشط السياسي زيد الشليف عبر الهاتف من برلين. مساء الخير أستاذ زيد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ زيد، وأنت تتابع العمليات العسكرية منذ أكثر من شهر، كيف تقرأ المشهد العسكري منذ هجمة الحوثيين على نهم والجوف بصورة عامة؟ أولا أزف انتصارات اليوم وأبشر بها شعبنا اليمني أن الجيش الوطني اليوم حقق انتصارات كبيرة ليس في الجوف وحسب، بل في محور البيضاء ومحور بيحان وفي مكيراس وفي عدة جبهات مختلفة، والجيش يهاجم في صرواح وفي الجوف وحقق تقدم كبير وملحوظ. ويعني المتابع لسير الأحداث والمعارك الأخيرة يعلم جيدا أن الحوثي لم يحقق أي تقدم في أي جبهة بقوة عسكرية كما يروج لها إعلاميا وكما ويدبلج لها بعض المقاطع في قنواته من أجل حشد المزيد من المقاتلين، حشد المزيد من الوقود لهذه الحرب من يدفع بهم إلى الجوف إلى صرواح إلى الموت، وقد قتل المئات إن لم يكن الآلاف في الفترات الماضية. واليوم شاهدنا بعض الصور لقتل ميليشيات الحوثي في صحاري الجوف، وهي صور في الحقيقة تؤلمنا بأن هؤلاء يمنيون في الأخير غررت بهم هذه الميليشيات واستخدمتهم في حربها وزجت بهم في الصفوف الأولى، وبعضهم كانت تدفع بهم بل إكراه للهجوم. لذلك عندما بقي الجيش في الدفاع كانت هنالك ضغوط كبيرة حوثية سواء بدفع المزيد من المقاتلين، لأن منطقة الحوثي هي منطقة حشد كبيرة خاصة أنه يسيطر على مناطق السكان فيها كثير، لذلك مسألة الحشد للمقاتلين
ربما هي أسهل من المناطق الشرعية، خاصة أن الحوثي يستخدم عدة وسائل لحشد المقاتلين. ما حصل اليوم أثبت لنا أن الجيش قادر في حال اتخذ القرار، في حال حصل على الدعم المناسب وأتيح له أو أعطي الضوء الأخضر بالتقدم، أن الجيش قادر على إصلاح الانتصار وفي فترة زمنية بسيطة. إذا كان الحوثي ظل 45 يوم في الجوف ويهاجم على مدينة الغيل ثم لم يدخل إلا بسبب إشكالات حصلت في الجيش وحصلت بعض الانسحابات من هنا وهناك، لكنه لم يدخل بالقوة، بينما دخل جيش الدولة والجيش الوطني اليوم للبنات وكل المناطق المحيطة بمدينة الحزم في غضون ساعات وبقوة عسكرية هائلة. العشرات من الحوثيين قتلوا، المعدات تركوها خلفهم، لم يكلفوا أنفسهم أن يجمعوا حتى جثث المغرر بهم الذين دفعوا بهم في الجوف وفي صرواح. لذلك نحن اليوم أمام مرحلة جديدة وتطور جديد للصراع العسكري، بعد أن كان قبل 3 أيام الحوثي يطلق نداءه الأخير لأبناء مأرب أن يسلموا ويبث الإشاعات أن مأرب على قاب قوسين أو أدنى، ويبث الإشاعات أن هنالك شخصيات كبيرة من مأرب تحاورهم وتفاوضهم للتسليم، وإن المهلة هذه ستنتهي خلال 2 أو 3 أيام، وإن لم يستمع لهم أبناء مأرب أنهم سيقتحمون مأرب. اليوم جاءهم الرد من أبناء الجيش الوطني. جميل. أن الجيش ما هي أبرز مشاكل الجيش الوطني؟ مما يعاني برأيك أستاذ زيد خاصة في هذه المرحلة؟ ما هي احتياجاته؟ ما الذي يريده حقيقة؟ في الحقيقة أختي الكريمة، من يزور جبهات القتال يعلم جيدا أن لدينا جيش على مستوى، لا أتكلم عن منظومة الجيش وإنما عن الجندي الفرد اليمني، الفرد في الجيش الوطني هو ربما نادر من نوعه في جيوش العالم. فرد يقاتل لعدة شهور دون معاش، وهذا أقل واجب وأقل حق من حقوقه. جيش يقاتل في ظروف غاية في الصعوبة، في ظل نقص في الإمكانيات العسكرية، في ظل خذلان أحيانا في القرار السياسي. جيش يقاتل لمدة 5 سنوات في تضاريس وعرة جدا. هذا الجيش يعني لا يمكن له أن ينهزم، لكن في المقابل هنالك اختلالات حصلت في الفترة الماضية يجب على قيادة الشرعية مراجعتها، هنالك تقصيرات حصلت من بعض القادة يجب محاسبتهم، هنالك جرحى أهملوا يجب معالجة ملفاتهم، هنالك قادة أهملوا وحيزوا على كان لهم دور كبير في تحرير الكثير من المناطق يجب إنصافهم وإعادتهم للواجهة، هناك استحقاقات لهذا النصر الذي نسعى إليه تحرير صنعاء. نعم. لن يكون إلا بحزمة عند هذه النقطة في المؤسسة العسكرية أو مؤسسة الحكومة. عند هذه النقطة أستاذ زيد دعني أشكرك زيد الشريف الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. وأنتقل بهذه النقطة إليك أستاذ رشاد المخلافي، استحقاقات الجيش الوطني الذي يعاني حقيقة يعني منذ 10 أشهر دون رواتب، يحقق الانتصارات بأقل الإمكانات الممكنة، ما الذي يجب أن يقدم لهذا الجيش؟ أعتقد أنه أمام القيادة العسكرية والقيادة السياسية مسؤولية كبيرة. اليوم الجيش الوطني عندما أتحدث عن الجندي أو الجيش الوطني يمتلك روح معنوية غير عادية، وروح معنوية تناطح السحاب. عنده هذا الجيش يمتلك عقيدة عسكرية قتالية وطنية حقيقية منذ 2015 وهو يخوض معارك ويبني نفسه من الصفر وبإمكانيات صفرية. يعني يجب انتظام مسألة الرواتب، يجب أن يحصل على سلاح حقيقي، سلاح حديث وسلاح ثقيل بأقل، لا نريد نحن حتى سلاح حديث، يعني ممكن نحن نطالب بالدبابات، نطالب بمدرعات، بأسلحة حديثة قادر أن يحسم فيها خلال الأيام القادمة المعارك. نحن نعرف أن ميليشيا الحوثي مع حليفها السابق الذي سلم لها كل إمكانيات الدولة ل50 عام، ومع ذلك وقف الجيش الوطني بإمكانيات بسيطة وقاوم هذا الجبروت
وقاوم خلال منذ 2015 حتى استطاع أن يحجمها اليوم. وتعرفون هذه الانتفاشة كيف تتقزم أمام أي مواجهة حقيقية عندما تكون هناك إرادة عسكرية وقرار عسكري صادق لحسم المعركة أو قرار سياسي. أشكر أيضا الأخوة في الأشقاء في التحالف، كان الطيران للأمانة خلال الأيام الماضية فاعل في المعارك، ونتمنى دعم السلاح، ونتمنى ايضا للسلطه القياده السياسيه ان هناك بدائل للمطالبه بالسلاح. نعم. وانا اشكرك استاذ رشاد المخلافي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من مأرب، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لان التقيكم في مساء من جديد. كونوا برعايه الله وامنه.